انا هتولي جيت اتاكل. ايه ابو جد قدم سعد جد جد ثالثة جوز راح نجيبه ونجي شباب. ايه اجا نص مدفون نص برا هناك. هذا هو كان هنا. بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين حول وجود جثث، توجه فريق الدفاع المدني مركز رتل الطوارئ فريق البحث والانقاذ لغرض رفع وانتشال تلك الجثث من المنطقه. الجثث مجهوله الهويه، متفسخه وبقايا عظام، راح نسلمها اصوليا الى دار الطباب العدلي اللي بدوره راح تاخذ عينات دي ان اي ومطابقتها مع ذوي المفقودين. من خلال هذه التحليلات يتميزون هاي عائدة إلى تنظيم داعش بالضبط أو إلى مدنيين بالضبط، وممكن تحديد أيضا هوياتهم وأعمارهم وجنسهم أيضا. هاي الطلبة العدلية تقوم بها عن طريقة مطابقة، يعني أي شخص عنده مفقود يقدر يراجع الطلبة العدلية ويقدم البصمة الدي إن إيه على ضوء الجثث اللي إحنا راح نلقيها. هويات أو مستمسكات؟ أي هوية أي هويات مستمسكات تسلم الاعتيادي للجهات الأمنية المسؤولة. عثرتم على الهويات؟ عثرنا في مواضع في السابق، أي مستمسك أي مستمسك رسمي يسلم للجهات الأمنية. هذا الموقع الثاني حاليا نحن به اللي يقوم جهدكم بانتشال هذه الجثث. قبل وصولكم إلى هذا الموقع أيضا كان هناك موقع بدون تحديد المكان بالضبط. ماذا وجدتم؟ وجدنا أيضا بقايا أحزمة ناسفة وعبوات، هاي تم الاستعانة بالجهد الهندسي التابع لقيادة عملية نينوى لرفع وانتشار تلك العبوات والأحزمة. سيارات مصفحة أيضا؟ سيارات أيضا موجودة وعندهم علم، وتم تطويق المنطقة بأشرطة وأحزمة. نحن حفاظا على الوضع الأمني ما أريد نذكر المكان أكيد، لكن ما زالت أيضا سيارات مفخخة موجودة تحتاج إلى جهد هندسي وبلدي لغرض رفع الأنقاض وبالتالي معالجة تلك السيارة. هذا ما اختصاصكم؟ هذا اختصاص الهندسة العسكرية.